كلشي معكم رقية القصير من مدينة وجدة. بغيت نهضر بواحد الموضوع كيخص الأم ديالي نحية بن جبال المقيمة مدينة ويلبا لإسبانيا. 17 عام وهي كتمشي تخدم بعقد عامات فيه 6 شهور وهي كتخدم غير 3 شهور. مشات معاهم في 2007 وهي كتخدم في 2015 مرضت بالسرطان. 2015 مرضت بالسرطان وكانت تعالج في المغرب نورمال عادية، دارت العملية ديالها نشحتها صافي برات. في 2022 مشات تخدم كما العادة، مرضت ما بقاتش تهضر وما بقاتش تمشى. صوموا علينا صحاباتها قال لك راه 12 يوم ما كلاتش ماكلة نهائيا، شوفوا شي واحد يديها للطبيب. هضرنا مع واحد ولد خالي قلنا له سير ديها للطبيب، يوصل عند الباب نتاع الفيرما صونالها باش تجي عنده، هي ما قربتش عنده طاحت على راسها. جات هذيك الشافه المسؤوله عليهم قال لها علاش ما ديتوهاش للطبيب، بقات هي وهي في الهضره هو يهضر وهي تهضر. دخلتها ردتها للدار قالت لها شوفي غادي نقول لك حاجه واحده، سيري عند ولادك تموتي عندهم ما تموتي ليش اختي انا هنايا. هضرت مع انا ما قالت ليها واش دارت ليها واش دارت لي، ما مدتني لا الطبيب لا والو. درت المنشور ديال درت واحد المنشور باستشاره قانونيه، هضر معايا واحد السيد الله يرحم له الوالدين من هذا المنبر هذا، قلت له حكيت له المشكل كامل وقلت له ماما راه شي يتعاملوا معاه مزيان وراها واحد الفيرما وراه حتى واحد ما داها للطبيب ومحتاجه السيروم محتاجه العلاج. قال لي غادي نهضر معها، هضر معها قال لها صوري لي الفيديو صوري لي الكونطرا نتاع العمل ديالك باش نشوف العنوان فين كان. هي صورت له، هضر مع البوليس وقال لهم راه السيده فين فين. مشاو عندها البوليس الخدمه فين كاينه، ما كانتش خدمه شهر مده شهر وريدت ما قدتش تخدم وريدت. هضروا معها البوليس مع الام ديالي ما كتفهمش اللغه، كانت ترجم غير ديك الشافه ديالهم. قالت لهم باللي رانا ديتها للطبيب وهادي، وهي ما داتش الام ديالي للطبيب نهائيا ما داتهاش. من فيروا عليها قالوا لها غدا غادي نولي وغدا ولاو قالوا لها خصها ضروري تمشي للطبيب. وجاوها تما شي جمعيات وهادي وقفوا معاها، داتها الطبيب وقالت لنا رسلوا لها الوراق نتاعها تاع السرطان اللي كتعالج به في المغرب، رسلوها لنا هنا باش غادي الشركه غادي تبقى تعطيها نص تاع الشهر ديالها عوض ما دي الشهر، غادي دير الشركه غادي تبقى تعطيها نص تاع الشهر ديالها عوض ما دي الشهر غادي دير نص، وغادي تكلف بها الشركه بالعلاج هنا في اسبانيا بكونها 17 سنه وهي خدامه، غادي تكلف لها الشركه بالعلاج. وهضرنا حتى مع الشاف ديالها المسؤول بالجنسية الإسبانية ديالها ماشي مغربي، وعدنا بلي غادي يتكلف بها. وهاد السيمانة هضرنا معاهم قال لك راه شوفوا لها شكون اللي غادي يكون بها تما، راه الشيميو واعر عليها والأشعة واعرين عليها، يعني خص شي واحد اللي يكون عندها تما وهي راه الكونطرا غادي تكمل لها. قال لك صافي ما غاديش تبقى محسوبة على الشركة، غادي حنايا اللي علينا الشركة اللي جابتها هنا غادي نكريو لها، يعني خصنا شي واحد اللي يبقى يمشي مع الام ديالي ويجي معها للسبيطار وهما غادي يتكلفوا له بالكريه. هذا الشيء اللي قالوا لي. انا من هذا المنبر هذا اخوتي بغيت اللي قريب الام ديالي راها في اسبانيا في ويلبا يتواصل معها الله يرحم لكم الوالدين، بغيت الجمعيات الحقوقيه يدخلوا في هذا الامر ديال الام ديالي، راه ما بقينا لا ناكل ولا نشرب ورانا درك جات بعيده علينا ما لقينا لها جهد، راها محتاجه للسيروم اخوتي محتاجه تدخل تعالج، راه ما كتاكل ما كتشرب، راه الصباح كتكون شويه نورمال، راه الا مشيتو لها في العشيه غادي تشوفوها بواحد الحاله اقسم بالله العلي العظيم حتى تقولوا صافي راه هذه هي الموت غادي تموت. وشكرا وسمحوا لي بزاف راني طولت عليكم.